بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنستكمل مع بعض شرح برنامج الساب 2000، ودلوقتي هنشتغل على السبيس فريمز او الاطارات الفراغيه في 3 دايمنشن في اكس وواي وزد. في عندي هنا سبيس فريم دورين، ارتفاع الدور الارضي 5 متر، ارتفاع الدور اللي بعده 4 متر اللي هو الدور الاول علوي، يعني ارتفاع المنشا كله هنا وليكن 9 متر. يعني في هنا المستوى عند زد بصفر، وفي عند زد ب5، وفي عند زد ب9. في برضه هنا في اتجاه اكس 3 باكيات، كل باكيه 8 متر، 3 في 8 ب 24 متر في اتجاه اكس. وفي في اتجاه واي لجوه باكيه واحده عرضها 6 متر، 6 متر لجوه ديت. الدور الارضي 3 باكيات ده الكاميرات بتاعته عليها يونيفورم لود 6 طن على المتر الطولي، وفي هنا 2 كونسنتريتد لود 5 طن على الشمال. الدور اللي فوق الكاميرات بتاعته عليها 4 طن على المتر الطولي. البلان بتاع المنشأ عندي بالشكل ده، ضرب الأعمدة اللي في النص في اتجاه اكس، الخانة الكبيرة في اتجاه اكس، الأعمدة اللي على الحرف اللي هي يمين وشمال ديت، الأعمدة ديت كلها ضربها في اتجاه واي، اللي هما 4 أعمدة دول. علشان نرسم المنشأ ده ونحط الأحمال عليه ونطلع النتائج، هنشتغل في 3 دايمنشن نظام مستويات. يعني مثلا انا هاجي اقول للبرنامج اظهر لي الاكس واي بلان اللي عند الزد ب5، يروح جايب لي مستوى في خطوط الشبكه اللي انا معرفها قبل كده، ابدا ارسم عليه الكاميرات بتاعتي وليكن اللي انا هرسمها باللون الاخضر دي، اللي هي الكاميرات دي ديت وكاميرات في الاكس واي بلان عند الزد ب5. نحط عليها الاحمال، وبعدين بعد كده اقول له اظهر لي الكاميرا، اظهر لي خطوط الشبكه في المستوى اكس واي بس عند الزد ب9، يعني فوق ديت ب4 متر كمان. فمثلا هنرسمها هنا باللون الازرق مثلا على الرسمه دي، ابدا ارسم عليها الكاميرات بتاعتي، القط النقط وارسم. وبعد كده اقول له اظهر لي خطوط الشبكه في المستوى اكس زد بقى اللي هو المستوى الرأسي. انا كده خلصت المستويات الافقيه اللي عند الزد ب5 واللي عند الزد ب9، رسمت الكاميرات بتاعتي كلها وحطيت احمالي. بعد كده عايز ارسم الاعمده الرأسيه، اقول له هات لي المستوى اكس زد اللي عند واي بصفر. ما هو المستوى اكس زد عند واي بصفر اللي هو الاولاني اللي هو ناحيتنا ده، اللي انا هرسم عليه الاعمده وليكن مثلا باللون الاحمر ده، يبقى الاعمده دي كلها في المستوى اكس زد. وفي اعمده كمان في ظهرها الناحيه الثانيه في المستوى اكس زد بس عند الواي لجوه بقى الواي ب6، الواي اللي هي اللي ورا المستوى ده الواي بتاعتها ب6. اروح جاي راسم الاعمده وليكن مثلا باللون البنفسجي ده، الكاميرات اللي لورا. وبعد كده عايز احط السبورتس، اقول له وريني الاكس واي بلان اللي عند الزد بصفر اللي هو مستوى الارض اللي تحت خالص، يجيب لك مستوى الارض تحت خالص. نختار ال8 نقط بتوع الاعمده ونعمل اساين جوينت ريسترين واعملهم فيكسد، السبورتس اللي عندي هنا كلها فيكسد. عايز احط ال2 نقط اللي هو ال2 بوينت لودز دول او ال2 جوينت لودز دول، نطلع عند في المستوى اكس واي، اقول له ظهر لي مستوى اكس واي اللي هو الاخضر ده الاكس واي بلان عند الزد ب5، ونختار النقطتين دول، النقطه دي والنقطه دي، ونقول له اساين جوينت لود فورس في اتجاه اكس قيمه كل حمل 5 طن، ونعمل اوكي. كده انا اكون عرفت المنشأ كله ورسمته وحطيت احمالي والسبورتس بتاعتي، وابدا احل واطلع النتائج. النتائج اللي عندي هنا مش هتبقى ام 3 3 وشير 2 2 واكسيال فورس بس، هيبقى في عندي ال6 مخرجات، لان انا شغال في السبيس، هيبقى في عندي ام 3 3 وام 2 2
يبقى في عندي شير 3 3 وشير 2 2 وفي اكسيال فورس وفي تورشن كمان. الثلاثه دول هيبقوا الست مخرجات هيبقوا موجودين، 3 فورسز و3 مومنتس. تعالى نشتغل على برنامج الساب ونشوف هنوصف الحاجات ديت ازاي. ندخل على البرنامج نعمل نيو موديل، نغير نحط خطوط الشبكه بتاعتنا في اتجاه اكس. عندي تلات باكيات يعني 4 خطوط شبكه، كل خط شبكه بينه وبين اللي بعده مسافه 8 متر. في اتجاه واي في عندي خطين شبكه بس، المسافه في اتجاه واي 6 متر تمام. في اتجاه زد في عندي خطين شبكه ولا تلات، لا تلات خطوط شبكه لكن المسافات بينهم مش متساويه. المسافات في اتجاه زد في عندي 5 وبعدين في عندي 4. طب نعمل ده ازاي؟ ممكن اسيب الحاجات اللي انا كتبتها زي ما هي كده. يبقى هدخل بس في ايديت جريد، اخلي الحاجات اللي انا حطيتها دي هي موجوده اوريدي موجود، اجيب النظام السبيسنج بس كده يقول لي في اتجاه اكس في 8 8 8 حطها لوحده، وفي اتجاه واي في 6 وبعدين 0 تمام، وبعدين في اتجاه زد 5 و5 وبعدين 0. لا انا مش عايز 5 و5، انا عايز 5 و4 بس. ونخلي البابل سايز ديت نصغرها شويه، بدل ما هي 1.25 كبيره نخليها 0.5. اوكي ونقفل واحده من دول كده، جاب لي هو 3 دايمنشن اهوت والجريد بتاعتي حطها لي. نبدا نشتغل في البلان اكس واي ونرسم الكاميرات بتاعتنا ونجيب الاكس زد ونرسم الاعمده بتاعتنا وهكذا. يبقى لازم الاول نعرف قطاعات للكاميرات من ديفاين فريم سيكشن عشان ابدا ارسمها بيها، ونلغي القطاعات القديمه ديت ونعمل هنا اد ريكتانجولر اد نيو بروبرتي. الكاميرات اللي عندي كلها البيمز 30 في 80 والكولمز كلها 30 في 100. يبقى انا هسمي ديت مثلا بيم 100 وكونكريت، الدبس بتاعي متر والويدث 0.3. اوكي وفي كمان قطاع تاني بيم ده هيبقى كولم 100، الدبس بتاعه بمتر والويدث ب0.3. هنلاحظ احنا كده اتلخبطنا وعملنا البيم برضو 100. المهم ان الكولم 100 عندي، الكولم عندي 30 في 100 تمام، والبيمز هي اللي هنعدلها. يبقى نيجي على البي كده، البيم اللي هي 100 ديت ونعمل موديفاي، وبدل ما هي 100 نخليها اسمها 80، بس لازم نعدل طبعا الابعاد بتاعتها 0.8. اوكي وانا كده عملت بيم 80 سنتي وكولم 100 سنتي، دول قطعين. نبدا نجيب الاكس واي بلان. الاكس واي بلان هو جايبه لي اوتوماتيك عند اخر زد، ات زد ب9. نلاحظ كده في هنا الشريط تحت صغير بيظهر لي على الشمال اهو، بيظهر لي هنا انت على عند مستوى ايه دلوقتي، عند الزد بكام. بقول لي ده المستوى اكس واي بس عند زد ب9، يعني فوق في اخر قمه المنشا من فوق. فانا هبدا اتحرك بقى بالاسهم اللي لفوق والتحت دي، تنزلك مستوى وطلعك مستوى. ده هينزلني جابني عند الزد ب5. ابدا ارسم الكاميرات بتاعتي، درو فريم، واجيب الكاميرا اللي هي البي 80 دي وابدا ارسم بيها الكاميرات بتاعتي كلها. كده انا رسمت الكاميرات واختارها ونعمل لها اساين فريم لود ديستريبيوتد في اتجاه الجاذبيه لتحت، قيمتها كام؟ 6 طن على المتر. دي كده 6 طن على المتر. اوكي لو جبنا في 3 دايمنشن نلاقيه حط لنا كاميرات وحط عليها الاحمال. نجيب تاني الاكس واي بلان بس نطلع فوق اب من هنا، جاب لي اهو الزد بكام؟ ب9. نبدا نرسم بقى الاربع كاميرات اللي فوق بس دول، نحط عليهم حمل 4 طن على المتر الطول، درو فريم، برضو البيم 80، كل الكاميرات كلها 80 سنتي تمام. وبعدين بعد كده نختارهم
نعمل assign frame load distributed قيمة الحمل 4. اوكي كده هو حط لك احمال فوق واحمال تحت ورسم الكاميرات كلها. بعد كده نجيب بقى المستوى XZ عند الواي بصفر اللي هو الوش بالناحية دي ده اهو. نرجع هو كده جايب لك الواي بست اهو، جبنا عند الواي بصفر ونرسم اعمدة. نجيب فريق درو فريم ونرسم كولم من هنا لهنا من هنا لهنا، وده عمود اهو دورين، وده عمود كده دورين. فانا كده خلصت الاعمدة بتاعتي. ونحط كمان ليها السبورت النقط ديت كده assign joint restrain fixed. كده رسمت الاعمدة وحطيت السبورت. ندخل كمان المستوى بقى XZ اللي هو شبه ده بالظبط بس اللي وراه اللي هو عند واي اللي جوه بقى بستة. نطلع هنا عندك الواي اهي اد واي بستة، لسه الاعمدة ديت ما اترسمتش. نجيب برضو هنا كولم 100 ونرسم ونحط السبورتس. نختار النقط، نعمل assign joint restrain fixed. كده نكون خلصنا رسم المنشأ كله، كاميرات وأعمدة وحطينا الأحمال. باقي هنا نقطتين عليهم الحمل 5 طن، دي 5 طن ودي 5 طن. نختارهم من هنا طالما ان سهل ان اختارهم في 3 دايمنشن مفيش مشكلة. لو اعرف ارسم في 3 دايمنشن مفيش مشكلة، بس المشكلة ممكن خطوط الشبكة تتوهني وارسم والقط نقطة غلط. لكن طالما ان العملية بسيطة وظاهرة ممكن نختار النقط طالما انها ظاهرة بالنسبة لي. assign joint force joint load force في اتجاه اكس للحمل 5 طن. اوكي الاحمال اليونيفورم اختفت، ممكن نظهرها كلها مع بعضها من ديسبلاي برضو شو لود اساين زي ما عرفنا فريم. اوكي كده يظهر لي اليونيفورم مع الكونسنتريت. لو عايز احرك المنشأ ده في 3 دايمنشن ممكن بالاسهم بتاعة الكيبورد يمين وشمال وفوق وتحت يبدا يغير لي منظر ال 3 دايمنشن اللي انا ببص عليه. لو عايز اشوف المنشأ بتخانته من علامة الصح اللي قلنا عليها ديت كنترول اي ضغطنا عليها كده ونجيب الاكسترود فيو. اوكي ظهر لي ايه التخانات بتاعة الاعمدة والكاميرات، جاب الاكسترودجن بتاعها في الثري دايمنشن. انا في عندي مشكلة دلوقتي اللي هي اخر حاجة اللي هي ضرب الاعمدة. الاعمدة اللي في النص ديت الاربعة اللي في النص دول مرسومين كويس او في اتجاه اكس اللي هي ده وده وده والاربع اعمده اللي في النص دول، لكن الاربع اعمده اللي هم الاثنين اللي على اليمين دول والاثنين اللي على الشمال دول كده مش مظبوطين. انا عندي الاعمده ديت ضربها في اتجاه واي لجوه مش في اتجاه اكس، فانا عايز احول الاعمده اغير ضربها بس الففها زاويه 90 درجه اعمل لها روتيت زاويه 90 درجه. فهختار الاعمده، لو جيت اختارها في 3 دايمنشن ممكن تبقى صعبه، ممكن اختار معاها كاميرات فاختار حاجه غلط. فانا هعمل اسكيب مش هختار حاجه من هنا وابدا اختار الاعمده ديت في 3 دايمنشن، بس هطبق الاعمده فوق بعضها وابص لها وكاني ببص في الاكس واي بلاين، لكن انا ببص في 3 دايمنشن. عشان اعمل ده اجي من قائمه فيو سيت 3 دي فيو، يعني انا عايز اظبط ال 3 دايمنشن ده الرؤيه بتاعته هتبقى شكلها عامله ازاي. هي 3 دايمنشن بس هقول له ظهرها لي وكانها في الاكس واي، يعني كاني ببص من فوق المنشأ كاني طلعت فوق المنشأ والعناصر الاعمده كلها ظاهره فوق بعضها نقط، فسهل ان انا اختارها. بس نخلي الابريتشر ديت بزيرو علشان زاويه الرؤيه يلغيها لي، يبقى انا كده الاعمده كلها مسقطه فوق بعضها. يبقى نختار اكس واي ونخلي الابريتشر بزيرو، مفيش اكتر من كده بنغيره في الشاشه دي. نعمل اوكي كده جاب لك الايه المنشأ في 3 دايمنشن، هو مكتوب لي تحت 3 دي فيو. لو كنت انا جايب اكس واي من هنا كان قال لي ده اكس واي ات زد بيساوي كذا، زد بيساوي 0 او 5 او 9، لكن طالما ان ده في 3 دايمنشن هو بيكتب لي هنا 3 دي فيو تحت على الشمال هنا. طيب اختار ازاي الاعمده؟ ما ينفعش اختار العمود بكليكيه بالماوس كده بكليك شمال بالماوس، لازم افتح ويندو عليها من الشمال لليمين مش من اليمين للشمال، لازم اعمل من الشمال لليمين كده عند العمود ده ومن الشمال لليمين كده عند العمود ده ومن الشمال لليمين
هنا من الشمال لليمين هنا، وابص اشوف عدلي كام فريم، بيعدلي هو الفريمات اللي انا بختارها هنا اهو. قال لي انت كده 6 فريمز سيلكت، يعني انت كده اخترت 6 فريمات. 6 ليه؟ علشان في هنا فوق الحته دي عمودين، وفي هنا عمودين اللي هو الدور الاول والثاني، وفي هنا عمود واحد، وفي هنا عمود واحد عشان المستوى دوت صغير. يبقى كده في عندي 6 اعمده، 2 2 وفي واحد هنا وفي واحد، يبقى كده 6 اعمده. كده انا اخترت الايه؟ الاعمده بتاعتي. لو جبنا في 3 دايمنشن هتلاقيه اختارهم لي فعلا. تمام؟ نعمل بعد كده بقى هنا assign عشان اغير ضرب العمود من assign frame local axis. هنلاقي شيف ضرب العمود مايل ازاي؟ assign frame local axis عشان نغير ضرب العمود. نختار الزاوية 90 درجة عشان يلفف العمود بمقدار 90 درجة. اوكي، نلاقي ان ضرب الاعمدة اللي على الحرف ديت اتغيرت. ممكن نشوفها تاني في ال 3 dimension اهو، view set 3 دي view اكس واي زي ما عملناها قبل كده، دي تاني عشان نحفظها اكس واي، ونيجي الابراتشر ديت نحطها في زيرو. اوكي، اهو جاب لك الزاوية، جاب لك البلان اهو كأنه في الاكس واي بلان، هو 3 dimension بس كأنه في الاكس واي بلان. في هنا اعمدة اهيت، وفي اعمده هي ضربها متغير. لو عملنا شرينك، ده شرينك دي بتكش العنصر شويه عشان تشوف الكاميرا من العمود. شرينك اهي، اه في هنا عمود عمود، وادي دي كاميرات، وهكذا. بقى كده ضرب الاعمده ديت زي ما هو عندي في المعطيات بتاعه المساله بتاعتي. ابدا بعد كده اشيل الاون ويت، ونبدا نسيف المساله ونحل. ديفاين لود كيسز، نخلي السيلف ويت مالتي بلاير بصفر ونعمل له موديفاي. اوكي، ونسيف وليكن مثلا اي حاجة، اي اسم سيف. ونعمل رن، ونشيل المودل ديت، ونقول له رن ناو. حل والاناليسيس كومبليت. نجيب 3 دايمنشن كده، كده هو ظهر لي شكل الديفورمد شيب. نشيل الشرينك كده، ده شكل الديفورميشن في 3 دايمنشن، وظاهر بالتخانات عندي كمان. نشيل التخانات ونبدا نظهر البيندنج مومنت. علامه الصح دي نشيل اكسترود فيو، ونبدا نظهر ديسبلاي شو فورسز وستريسز. لو انا عايز اطلع الرياكشنز من جوينتس، لو انا عايز اطلع النورمال فورس والمومنت والشير من الفريمز فريم، لو جبت الاكسيال فورس وشلت الفيل دايجرام دي وظهرنا الشو فاليوز ديت قيم. اوكي، ديت كده القيم بتاعت النورمال فورس على الاعمده والكاميرات. لو ضغطنا تاني برضو هنا وجبنا شير 2، القيم بتاعت الشير ايه، لو عايز اقلبها نحط لها سكيل بالسالب. وفي شير كمان 3، طالما انا شغال في 3 دايمنشن هيبقى في شير 2 وفي شير 3، في ام 3 وفي ام 2. في قيم ليها، وفي تورشن كمان ظاهر عندي، القيم بتاعتي موجوده كلها على الرسمه هي انا ظاهرها. الرياكشنز من هنا من السهم الصغير ده نجيب بدل ما هي فريمز نجيب جوينتس. اوكي، هلاحظ ان في عند اي نقطه في 6 رياكشنز، عند اي نقطه لو عملنا كليك يمين على النقطه دي في 6 رياكشن، في فورس في اتجاه اكس وواي وزد، وفي مومنت اباوت محور اكس اباوت محور واي اباوت محور زد. يعني اي عمود من دول هيبقى عليه باي اكسيال مومنت، مومنت اباوت المحور 2 ومومنت اباوت المحور 3، وممكن يكون كمان في مومنت اباوت المحور 1 اللي هو هيعمل تورشن في العمود ده. فعشان نعمل تشيك اوف تورشن بعد كده. بكده نكون خلصنا توصيف وحل المنشأ في 3 دايمنشن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.